يا ريس، ما حكيت لي كيف كان الاجتماع؟ منيح. ما فهمت كيف يعني منيح. نادل سافاج ما اجا؟ اجا اجا. انت قلت انه اذا اجا سافاج رح توصل، وقلب اصلان قال ما طلع صوت رصاص من جوا. سافاج اجا بس كان هادي وما طلع له صوت، فسامحته. يا ريس لا تواخذني، بس انا ما فيني اتحمل انك تضل تسامح يلي عم يقتلوا رجالنا ويرملوا نسوانهم. عشوي كان رح يقتل البنت. طيب شو ساوي وقت اللي اجى الرجال وقعد بدون صوت؟ ما قدرت. قل لي عمي، يعني الشيء المنيح بهذا الاجتماع انه سافاج كان قاعد وما فتح تمه؟ هو كان قاعد هادي بطريقة بتناسب شخص ميت. ريس أنا عن جد ما فهمت شي، شو اللي صار بالاجتماع قلنا؟ وأنا ما فهمت. هوزر جاب راس سافاج بقلب طبق على الاجتماع. إيه هذا خبر بينسمع. بالله نقطع راسه ريس. إيه نقطع راسه. ومين سعيد الحظ اللي قطع له راسه بالله؟ هوزر. المحامي هوزر؟ لك محامي شو؟ هالرجال جلاد ابن جلاد. بس قلك شغلة، برافو عليه. شوف النمر ابن أخي راح وخلص على جمال، بس أونال ساوى المهمة اللي كانت عليه وقتل سافاج. معناها كان في شيء على الطاولة، ما هيك؟ ايه تماما الياس. أصلا أنا قلت إنه هالطاولة صايرة مثل طاولة الشدة. شو هالحالة؟ إذا خلصتوا اللعي اللي بيناتكن، في شيء بدي أقوله، بتكملوا بعدين لعي. يعني هلأ كل شي زبط ورجع لحالته القديمة؟ لا ما رجع لحالته، أخذ حالة جديدة. أخي رح يصير معي التهاب رئة، مشان الله خلصنا وأحكي. الشرح صعب. هونال قال في عندي شرط وبنسحب من رئاسة الطاولة فوراً، ودغري رح كون أنا رئيس هاي الطاولة. إيه ها؟ ليك أخي، إذا كان هذا الشرط تبعه أني موت فأنا موافق، ما عندي مشكلة، أنت لازم تتقبله. إيه بموت. قصدي إذا الشرط أنه نموت منموت. عم ننتظر هالشي من سنين. لك أنت أعظم رجال بهالعالم. أساساً وقت قال الشرط ما أعطاني خيارات، وإلا كنت رفضت. علاقة فيني أنا؟ وإله علاقة بأوزلا؟ يعني ما بقى بده يعني يشوف البنت، مظبوط؟ مع الأسف هيك. اياك تقبل الشرط تبعه ريس، اذا قبلت او لا صدقني ما رح يتغير شي بالمرة. شو بدي اقول؟ قلب اصلان هو اللي لازم يقول. قول. هو ما قتل سافاج كرمالنا وجاب راسه على الطاولة،
قتله مشان بنته، وما قال لي إنه ما عاد بده أصلاً يشوف بنته من اليوم ورايح بيني وبينه، هو قاله بشكل علني وبين الكل. واللي بيقصده إذا هو قتل قلب أصلاً، بنته ما راح تسامحه. بس إذا قلب أصلاً بيترك أوزلام، بوقتها أوزلام أكيد راح تكرهه. ليك عمي، أنا ما رح ساوي هالشي لأنه هيك قال، بسبب عدوي ما بتخلى عن اللي بحبها. بس كل اللي بحبهم رح ينضروا بسببي، ومنهم أوزلام وإنتو. أنا رايح وصل على البيت. وشو رح تقلها؟ رح قلها أني بطلت حبها أساساً، هي رح تعرف.